الفقرة الاقتصادية في برنامج كافي تايم برعاية بنك البلاد. الفقرة الاقتصادية الآن معنا في برنامج كافي تايم، طبعا راح ينضم معنا الخبير بالصيرفة الإسلامية الأستاذ لاحم الناصر. طبعا أمس تكلمنا عن التورق، أيضا تكلمنا عن مواضيع كثيرة والمرابحة للأمر بالشراء. اليوم إن شاء الله راح نتطرق لمواضيع أخرى. طبعا إحنا كنا معكم من بداية الأسبوع، فعلا تناولنا يا طارق موضوعات ومحاور مهمة لكل مهتمين طبعا بمعرفة معلومات عن الصيرفة الإسلامية، وكان معنا طبعا من بداية الأسبوع أيضا الأستاذ لاحم الناصر، وراح يطلعنا اليوم أكيد على معلومات إضافية ويثري موضوع حلقتنا لليوم. طبعا موضوعنا اليوم عن ايضا الصيرفة الإسلامية، لكن راح نتناول طارق محاور اخرى قد تفيد المستمع المهتم بالجانب الاقتصادي. صحيح، طبعا تكلمنا عن انه ميزات تتمتع بها المصارف الإسلامية وتنفرد بها عن سائر البنوك الأخرى، وأنه المصرفية الإسلامية فكرتها مستمدة من الشريعة الإسلامية، فهي تقوم على أساس نبذ التعامل بالفائدة بين البنك وعملائه وأخذا وعطاء، وبذلك يتم التعامل وفقا لما أنزله الله سبحانه وتعالى والسنة الشريفة. طبعا معنا الآن الخبير بالصيرفة الإسلامية الأستاذ لاحم الناصر. يسعد صباحك أستاذ لاحم. يسعد صباحك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ لاحم. أول شيء يعطيك العافية على المعلومات اللي قدمتها خلال الأسبوع الماضي أو الأيام الماضية. طبعا تكلمنا بالأمس عن التورق وأيضا المرابحة للأمر بالشراء. اليوم حابين ننتقل لأحد المحاور وهي المضاربة، وكيفية ما هي المضاربة. إذا إحنا راح نشرح هذا المصطلح وأيضا إذا ممكن نضرب بعض الأمثلة ونتكلم كيفية استخدام المضاربة في البنوك التقليدية والإسلامية. إحنا تكلمنا طبعا كل الأسبوع هذا، وإحنا نتكلم عن المصرف الإسلامي ومنتجاتها، والأمس كان كلام عن أهم منتج فيها المرابحة، وأنه قلنا أن العمود الفقري حقيقة للعمليات صحيح المصرفية الإسلامية، وهذه إشكالية كبيرة جدا تعاني منها المصرف الإسلامية، لأنه غالبية من يعرف المصرف الإسلامية وأدبياتها وثقافتها يرى أنها مصرفية قائمة على المشاركة في الربح والخسارة، المشاركة في العمليات، فيسمونها دائما في العادة في الثقافة يعني في أدبيات هذه الصناعة يسمونها صناعة المصرفية المشاركة، وحتى الغربيين يعني يقولون هذا في أدبيات وفي كتاباتهم عن المصرفية الإسلامية. ومن أهم يعني صور المشاركة اللي المفروض أن المصرفية الإسلامية كانت تقوم عليها حقيقة وتشكل أغلب عملياتها بدلا من كان التورق والمرابحة هي المضاربة. المضاربة يعني تعريفها بكل بساطة هي شركة في الربح، العمل من جهة والمال من جهة، يعني واحد يملك فلوس ما عنده خبرة والثاني ما عنده فلوس لكن عنده خبرة، فيأتي الشخص اللي عنده الخبرة وما عنده المال فيأتي للشخص اللي عنده المال ويعرض عليه مشروع ما، أو بالعكس يعني من عنده المال يعرض المشروع على من عنده الخبرة ومقابل ما يعطيه راتب يعطيه حصة في الربح، يقول مثلا انه انت هذا المال مثلا بين هذا المال مني انا، ولا واذا حصل ارباح لك مثلا 25% ولي مثلا 75% وهكذا، فهي اصلا شركه في الربح ليست شركه في راس المال، هي شركه في الربح لان راس المال مقدم من جهه واحده والخبره من الجهه الاخرى، اذا ربحنا أيوة نربح مع بعض، في الهدف منها استغلال خبره الخبير اللي ما يملك المال، الخبير يستثمر خبرته مع من يملك المال مقابل حصة في الربح يحصل عليها بعد ظهور الربح. يعني إيش يعني المشاركة المضاربة؟ يعني أول شيء قبل توزيع الأرباح لازم يكون هناك يعني أحد شروطها سلامة رأس المال، بعد ما يرجع رأس المال كامل يكون هناك أرباح يبدأ في اقتسامها حسب الاتفاق بين الطرفين. فالمرابحة بكل بساطة هي شركة في الربح، وبالتالي
أي شرط من شروط في شروط في المضاربة يقطع الشركة يعني ما يكون في الشركة في الربح، يعني ينتج عن هذا الشرط أنه أحد الطرفين يعني يطلع من الربح ما يأخذ شيء في أي في حالة في أي حالة من الحالات تعتبر المضاربة يعني باطلة. يعني مثلا يجي واحد عنده الخبرة والثاني عند المال فيقول له مثلا والله أنا عندي المشروع الفلاني إذا أرغب أنك يعني تدخل معي شريك يا صاحب المال، أنا ما أملك المال أنا أملك الفكرة. فيأتي صاحب المال يقول خلاص أنا ما عندي مشكلة أدخل معك بس بشرط أنه تعطيني 10% ربح وما زاد عن 10% نشترك فيه، هذه لا تعتبر مضاربة تبطل المضاربة. ليش؟ لأنه حدد أو اشترط نسبة محددة يشتغلون وما يطلعون 10% فيطلع صاحب الجهد يعني جهده صفر يعني هذا يتعارض مع تعريف المضاربة اللي قلناه أنها شركة في الربح، يعني ما صار في شركة في الربح صار الربح بصاحب رأس المال. يعني اللي فهمته من كلامك علينا قرض يعني تعتبر في الشريعة الإسلامية تعامل معاملة القرض. اللي فهمته من كلامك أستاذ لاحم أنه الشرط الأساسي في المضاربة العدل في في يعني الاقتسام. في الاقتسام الـ 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 النتيجة أو الربح في النهاية. نعم. يعني أعتقد أسلوب في الشرط يذهب هذا العدل أو يذهب مسألة عدم التوزيع عدم حصول أحد الطرفين على ربح مثلا. فعلا من شروط صحة المضاربة عدم ضمان المضارب لرأس مال المضاربة، يعني ما يجوز للمضارب أن يأتي لشخص مثلا، هذه تحصل كثير الآن للأسف أنه يأتي شخص مثلا يقول الله أنا عندي المشروع الفلاني وأنا يعني واثق أن الفكرة كويسة وأنه حقق أرباح جيدة وأني مش هخسر، فيأتي صاحب المال يقول له خلاص اسمع تدخل معي شريك زين وأنا إذا 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 خسر المشروع أنا مستعد أرجع لك رأس مالك. هذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية نهائيا، لا يجوز للمضارب أن يضمن رأس مال المضاربة لأنه هنا تتحول كذلك إلى قرض المسألة. يعني الشرط الأساسي أنه ما يشترط أحد الطرفين مثلا نسبة معينة من الربح عند خسر هنا رأس المال إحنا نتكلم ورأس المال أيضا، ما يجوز أن يشترط المضارب يعني يتبرع المضارب بالضمان ولا يشترط صاحب المال الضمان، لو اشترط أحدهما هذا الشرط للآخر يعتبر قرض المضاربة تتحول إلى قرض ولا تجوز أصلا ابتداء، لكن لو فعلوها تتحول إلى قرض تعتبر تعامل في الشريعة الإسلامية معاملة قرض. أستاذ لاحم نشوف بعض المستثمرين مثلا يقول أنا بتبنى الفكرة وفي حالة أنه نسبة النجاح مثلا كان الدخل مثلا 100,000 يكون أخذ نسبة 10%، إذا كانت نسبة الربح 200,000 تزيد النسبة إلى 11%. هذا ما في مشكلة، نسبة الأرباح المحددة للطرفين هذا حسب الاتفاق. أي. حسب الاتفاق الطرفين، يعني ما في أي في الشريعة الإسلامية أي تحفظ على مسألة تحديد الربح، يعني تحديد النسب في الربح، يعني مثلا واحد قال أنا والله بما أني قدمت رأس المال أنا بأخذ 75% من الأرباح وأنت بما أنك ما عندك إلا الجهد تأخذ 25%، أو أن العكس مثلا هذا قال والله أنت ما جبت إلا المال والمال بسيط وذا فلك 25% وأنا لي 75%، ما في بأس، بس بشرط أن هذا الاتفاق ما يؤدي إلى أن واحد منهم يطلع صفر في العملية، يعني ما يطلع إلا شيء. إذا 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 هذا الاتفاق يؤدي لشيء من هذا القبيل هذا تعتبر المضاربة باطلة وتعامل معاملة القرض ويصبح المضارب أجير يستحق أجرة على عمله، لأنه بالأساس أعتقد الهدف من المضاربة هو تحقيق المصلحة والربح للطرفين. نعم. أحدهما بالخبرة والآخر برأس المال، فيفترض أيضا في الربح يكون في عدل أو مساواة ما بينهم. صحيح، ومن باب العدل أنه إذا بتربحوا تربحون سوا وإذا خسرتوا تخسرون جميعا. نعم، والخسارة هنا دائما في المضاربة الخسارة على رأس المال، ما هي ليش؟ لأن الآخر وش رأس ماله؟ الطرف الآخر رأس ماله جهده خبرته. صحيح. والأصل لما تحصل خسارة هو خسران جهده ووقته اللي صرفه وكذا، فلا يجوز أنك تحمله بعد خسارة أخرى اللي من المال. ففي المضاربة الخسارة على رأس المال وليس على المضارب شيء خسارة، ولو اشترط رب المال أو صاحب المال أو المستثمر على المضارب أنه يضمن أو يعوض جزء من الخسارة هذا لا يجوز. فعلا أستاذ لاحم احنا تكلمنا طبعا وتكلمت انت ما شاء الله بالتفصيل عن فكرة المضاربة بشكل عام وكيفيتها، لكن لو تكلمنا عن اهم المنتجات القائمة على المضاربة.
الحقيقة يعني البنوك الإسلامية يعني مثل ما ذكرنا فكرتها قائمة على المشاركة الأصل لكن للأسف اختطفتها المرابحة في ذا. ففي كثير من منتجات المفروض قائمة على المضاربة. اليوم أشهر منتج قائم على المضاربة في المؤسسات المالية الإسلامية ولا زال يعمل به يعني بشكل كبير جدا اللي هي الحسابات البديلة للودائع الآجلة. احنا نعرف في البنوك التقليدية البنوك تقترض من الناس بشيء اسمه الودائع، ان العميل اللي عنده فلوس زايدة او المستثمر اللي عنده فلوس زايدة يذهب الى البنك ويودع هذه الاموال اما على شكل حساب جاري ما ياخذ عليها فوائد او محفظة او يودعها وديعة يسمونها يعني الوديعة الوقتية، هذه المربوطة بالزمن اما شهر واما ثلاثة اشهر واما سنة، وهذه ياخذ عليها فائدة او يسمونها انترست. فهذه ما تجوز الشريعة الاسلامية لانها قرض بفائدة يعني ربا. فالبنوك الاسلامية تأخذ الاموال من المستثمرين هؤلاء بانهم هم اصحاب رأس المال او الارباب المال وهي المضارب بحكم خبرتها، تأخذ الأموال هذه بالحسابات وتستثمرها في أنشطة المؤسسة المالية، وبعد وكل ما حققت أرباح المؤسسة المالية كل ربع أو كل سنة توزع أرباح على أصحاب الحسابات هؤلاء بنسب محددة من الحسابات الادخارية أو البديلة للودائع الآجلة اللي قائم على المضاربة. في حسابات المضاربة المطلقة، في حسابات المضاربة المقيدة. يعني كيف المضاربة المطلقة؟ يعني أنه صاحب المال يجي يحط الفلوس في البنك في حساب والبنك يستخدمها على كيفه، يعني يمول بها من اسمها يعني مطلقة، يمول بها إيجارة، يمول بها مشاركة، يمول بها شركات، يمول بها أفراد، يستثمر بها. أي قيود على المصرف بعملية استخدام الأموال هذه كمضارب، هذه يسمونها مضاربة مطلقة. يجي مضاربة المقيدة كيف؟ يجي العميل يقول لا اسمعوا يا مصرف كذا، أنا بعطيكم الفلوس بس بشرط ما تستثمرونها، ما تمولون بها إلا عقار. طيب اسمح لي أستاذ، تمولون بها أفراد، تمولون بها شركات، نعم، أو بشرط أنكم مثلا تدخلون بها في استثمارات قليلة المخاطر مثل المرابحات. أستاذ لاحم اسمح لي بعد إذنك، صاحب المال حط شروط على المصرف فتسمى حسابات المضاربة مقيدة، المقيدة أيوة. حرية المصرف في العمل، وبالتالي أيوة. الأولى يعني يعاملونها في محاسبيا في المؤسسات المالية أنها داخل الميزانية، لأن البنك يعني يتحمل جزء من مخاطر العملية لأنه هو اللي يختار الأنشطة. نعم أستاذ لاحم لو سمحت، لأن اللي يتحمل القرار الاستثماري رح نطلع بس فاصل لو سمحت لي أستاذ لاحم، رح نطلع فاصل قصير ورح نرجع نستكمل أكيد عن المضاربة الإسلامية. أوكي. الفقرة الاقتصادية برعاية بنك البلاد. ما زلنا مواصلين معكم فقرتنا الاقتصادية وضيفنا الخبير بالصيرفة الإسلامية الأستاذ لاحم الناصر. طبعا وصلنا لمحور مهم جدا وهي المضاربة المطلقة وأيضا المضاربة المقيدة، وطبعا الأستاذ لاحم شرحها بإيجاز اللي لما تقدمها مثلا لبنك ممكن أنت تعطي بنك فيستثمر فيها بدون حدود، ممكن يستخدمها بعقار، ممكن يستخدمها بتجارة، بأمور كثيرة. لكن المقيدة أنك أنت تشترط عليه المجال شروط محددة في مجال المضاربة نفسها. معنا أستاذ لاحم؟ نعم نعم تفضل. ما سمعت السؤال، معلش ممكن تعيده؟ أنا كنت بس أعقب على كلامك اللي هو المضاربة المطلقة والمضاربة المقيدة وعد شرحها فقط يعني كذا بإيجاز. نعم، يعني أبرز المنتجات اللي تستخدمها المؤسسات المالية تستخدم فيها المضاربة قلنا هي الحسابات الاستثمارية البديلة للودائع العاجلة، كذلك تستخدمها في عمليات التمويل يعني لعملائها بحيث أنها هي تكون ربة المال، يعني العكس العملية الأولى، العملية الأولى العميل اللي متقدم يحط فلوسه في البنك هو رب المال والبنك المضارب. في عملية التمويل البنك هو رب المال والعميل المحتاج للتمويل هو المضارب، فممكن يعني تجرى عقود بين المؤسسات المالية وبين عملائها في عمليات التمويل بالمضاربة، وهذه تتم دائما يعني في
العمليات اللي ما يكون يعني الكبيرة واللي يدخل فيها مثلا عملية شراء منتجات وفيها يعني عملية توظيف وفيها, فما تستطيع المؤسسات المالية أنها تقدم يعني بضائع أو سلع, فتلجأ لهذه العملية اللي هي عملية المضاربة لأنها تعطي الأموال لصاحب الشركة أو للشركة المتمولة وتصرفها في النشاط الممول بهذه, وتكون دائما دائما عمليات المصارف في عمليات التمويل هي مضاربة مقيدة لأنها محددة المشروع ومحددة شروط الاستخدام ومحددة شروط العمل, ولكنها قليلة للأسف يعني العمليات هذه قليلة جدا ولا تلجأ لها البنوك إلا في أضيق نطاق. كذلك تستخدمها البنوك في تمويل الاعتمادات المستندية اللي يفتحها التجار لشراء بضائع من الخارج تكون غير مغطاة, تقوم البنوك بفتحها عن طريق يعني بعقد المضاربة بحيث أنها هي تكون رب المال وفاتح الاعتماد المستندي أو التاجر هو المضارب, وعندما تأتي البضاعة ويتم تصريفها يتم يعني إعادة التمويل للمصرف بالربح الذي حققته البضاعة عندما بيعت. كذلك تستخدمها المؤسسات المالية كثيرا في بالذات في صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار أغلب صناديق الاستثمار قائمة على عقد المضاربة بحيث أن المستثمرين الذين يضخون الأموال في هذه الصناديق هم أرباب المال ومدير الصندوق سواء المصرف أو الشركة المالية يكون ذوي الخبرة والمضارب بحكم خبرته ويأخذ جزء من الأرباح. كذلك في شركات التأمين في الغالب شركات التأمين تستخدم عقد المضاربة استثمار أقساط التأمين لمجموع المؤمنين, هذا التأمين الإسلامي بالطبع التأمين التكافلي الإسلامي الأقساط التي يدفعها المؤمنون تقوم الشركة استثمارها لصالحهم بعقد وفق عقد المضاربة وتأخذ حصة من الأرباح. طبعا يختلف أعتقد يعني ماهية التأمين الإسلامي يعني, يعني مجمل المنتجات اللي تستخدم فيها المضاربة. نعم أعتقد بالانتقال من المضاربة المقيدة والمضاربة المطلقة وطبعا تكلمنا عنها باستفاضة وأهم المنتجات, لو نتكلم أيضا عن المصطلح الاستصناع المصرفي وإيش ممكن تكون أهم المنتجات. هو الاستصناع هذا عقد أصلا قديم في الفقه الإسلامي مثل المضاربة ومثل المرابحة موجود من قديم, ورسول الله صلى الله عليه وسلم استصنع خاتما من حديد صلى الله عليه وسلم. فالاستصناع يعني هو طلب الصنعة, يعني أنك تذهب إلى شخص يجيد صنعة ما فتطلب منه أن يصنع لك شيء. يعني مثلا الآن الإنسان يذهب إلى الخياط يخيط ثوبه, هذا استصناع لأنه هذا يعني الخياط يصنع الثوب أو يعده طلب العمل ومقابل المادة قديم جدا من قدم البشرية يعني في حاجتهم لهذه, لكن الإسلام جاء وأطره ووضع للشروط. يعني الإسلام احنا نعرف انه حرم البيع الإنسان ما لا يملك, يعني لا تبع ما لديك بحزام لا تبع ما ليس, ما ليس لا عندك ما لا تملك. لكن عقد استصناع طيب أنا ما أملك في عقد استصناع, أنت لا تملك الشيء قبل صنعته. يعني اليوم لما تجي أنت للخياط الخياط ما بعد أصلا صلح الثوب إلى الآن صح فكيف تبيع له؟ هذا مستثنى من العقود المستثناء في الشريعة الإسلامية, وهو يعني اصطلاحا تعريفه عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم. يعني كيف هو ليش سمي في الذمة؟ لأنه أصلا مو موجود الآن, فأنت تحط شروط معينة والذي سيقوم بعمل هذا الشيء يلتزم هو لك أنه في تاريخ محدد سينتج لك هذا المنتج بالصفات التي وضعتها أنت والثمن اتفقت عليه ابتداء. يعني أنت لما تذهب اليوم الخياط تقول والله أنا أبغاك تفصل الثوب كويتي, أبغاك تفصل قطري, أبغاك تفصل كذا, تحط مطرز, تحط كذا, حط شروطك يعني موجود. لكن الخياط يلتزم لك أنه يفعل هذا الشيء, فهو يبيعك شيئا في ذمته يعني هو مدين لك بهذا الشيء بوعد محدد معه على الثمن وتتفق معه على الـ 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 على مدة العمل والمواصفات كمية. أيضا والمواصفات مثلا الإنسان يعني كثير اليوم إحنا نجي عقود استصناع لكن ما نسميها استصناع, إحنا في الغالب ما نعرف المصطلح هذا. هذا شخص عنده بيت والآن بيفرش في البيت أو يبغى يبني بيته مثلا يأخذ المقاسات يروح يجيب مطبخ
يروح المصنع الأمني ومسوي مطبخ، هذا التصنيع لأنه يذهب أصلاً المطبخ غير موجود. يعني هو شيء عملي متداول في حياتنا اليومية. أيوة، بس ما نستخدم هذا المصطلح. وبالتالي يعني الإسلام أباحه، والرسول صلى الله عليه وسلم أباحه فعلاً وليس قولاً، يعني ما قال كذا، لكن فعل صلى الله عليه وسلم يعني وتقريره لهذا الشيء هو دليل على جوازه. وأول من سمى العقد بهذا الاسم اللي هو استصناع هم الأحناف رحمهم الله في فقه الأحناف، هم سموا عقد استصناع. وبالتالي يعني الآن ميزة الاستصناع عن غيره أنه فيه أمرين، فيه مادة وفيه عمل. أيوة. يعني الآن أنت عندما تذهب إلى، يعني لو ذهبت أنت اليوم أخذت القماش وذهبت للخياط ليخيط لك الثوب، سلمت المادة، هذا يسمى عقد إيجارة. يعني واحد أيوة. مشتاجر يخيط لك. أيوة. أنا كنت أنا بسألك عن التوضيح عن الإيجارة أيضا. أيوة، هذا الفرق بين الاستصناع والإيجارة. أيوة. أن الإيجارة عمل فقط، عمل. نعم. فيما الاستصناع لا، عمل ومادة. يعني أنت لما تذهب مثلا مثل ما يعني أبسط مثال الخياط ومعاك القماش، أنت الآن تستأجر الخياط لفعل هذا الشيء. أما لو أنك ذهبت للخياط وأنت ما معك قماش واشتريت القماش من الخياط، هذا استنى. هو عقد الاستصناع في الشريعة الإسلامية. يعني الإجارة الاستصناع يجمع ما بين الإجارة والمادة في نفس الوقت. نعم نعم، لذلك العلماء اختلفوا هل هو بيع ولا إجارة، فقيل لا هو عقد مستقل لا بيع ولا إجارة، جمع بين البيع والإجارة. ولذلك للشروط، لأنه هو شيء غير موجود. نعم. لتبيعه، يعني أنت تشتري شيء غير موجود، عندما أجريت العقد ما كان موجود الشيء، لذلك في شروط محددة يعني لصحة عقد الاستصناع، منها أنه لازم يكون فيه بيان واضح وصريح للصفات اللي أنت طالبها في الشيء هذا اللي أنت شاريه. أيوة. يعني وصفي بحيث أنه طولة، نوع القماش، لونة، مثلاً صنفة، تطريزة، كل الصفات اللي تتوقع أنها تغير القيمة لازم تكون مذكورة. الشيء الثاني أنك تحدد المدة، يعني ما يصح تخلي المدة لأجل مسمى، لابد تحدد المدة لأن فيه استلام وتسليم. كذلك أنه لابد يكون العقد يجرى على شيء تدخل فيه الصناعة، يعني يدخل فيه العمل، ما تشتري شيء جاهز، يعني ما تجي يعني تشوف شخص يبيع أشياء جاهزة ولكن مين موجود عنده تروح تطلب منها مواصفات تقول خلاص شريتها منك، لا، هذا صار بيع ما ليس عنده، يعني ما يدخل فيه الصنعة. كذلك انه المواد تكون من الصانع، من نفس اللي انت اتيت له تاخذ من المواد، هو الذي ياتي بها، عاد هو اشتراها جابها من برا، هذا شيء يعني ما يعني لا يؤثر، يرجع للشخص نفسه. كمان تستخدم المصارف حقيقه كثير مع الشركات المنتجه، يعني مثلا زي نفترض طافوله انتاج السكر، نفترض الزيت، نفترض مثلا سابك، نفترض يصلح ان يستخدم هذا العقد في لانها تقوم بصناعه الاشياء. فمثلا تاتي المؤسسه التي تريد التمويل للبنك ومثلا عندها اعتماد مستندي تبغى تفتحها لعميل او شيء من هالقبيل، فيفتح الاعتماد المستندي باسم المؤسسه الماليه اللي هو البنك، ويقوم البنك بالتعاقد بعقد استصناع مع المؤسسه مع الشركه الصانعه، وعندما يتم يعني ويدفع لها الثمن لانها تحتاج للتمويل لعمليه الانتاج. أيوة. وبعد ما ينتهي الانتاج يتم بناء على الاعتماد المستندي تصديره، وضع وكاله للشركه بانها تقوم بعمليه التصدير لفاتح الاعتماد، ويقوم البنك بتحصيل الاعتماد، ويكون فيه الجسر التمويلي هذا وفيه الربحيه حقه التمويل ايضا. أيوة. تستخدم البنوك المفترض في عمليات دائما مع الشركات المنتجة والتي لديها إنتاج. جميل أستاذ لاحم، يليت بس نوضح أيضا أنه يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة بأجل محدد أو بآجال محددة. هذا جائز في الاستصناع، أنه يكون إما حال وإما أن يكون مؤجل. إحنا في العقد دائما. أيوه. عقودنا إحنا عملياتنا اليومية في العقد حال مو مؤجل. أيوه. لكن المؤسسات المالية بحكم أنها يعني أصلا الهدف من عملياتها وإجراءها لهذه العقود هو التمويل. أيوه. فهي في العادة تكون مؤجلة الدفع قيمة المستصنع
أو تكون مؤجلة الدفع أو تكون يعني إما أن تكون حالة إذا كانت المستصنع هو المؤسسة المالية تكون حالة الفلوس مباشرة، وإما أن تكون يعني إذا كان الجهة الأخرى هي طالبة التمويل، يعني مثلا نفترض أن المؤسسة المالية استصنعت يعني يعني استصنع العميل اللي هو العميل البنك، نفترض أنه جاء للمؤسسة المالية وقال أنا والله عندي أحتاج فله أبغى فله، البنك يموله وأنا أبغاكم تمولون عملية الاستصناع. البنك بإجراء عقد الاستصناع مع المقاول اللي هو مع العميل، ويقوم من الباطن بإجراء عقد مع مقاول، فيكون هذا الاستصناع مؤجل الدفع لأن العميل أصلا يحتاج للتأجيل، فتنتهي الفيلا وتسلم للعميل ويبدأ يدفع قيمة المستصنع على أجل طويل. بخصوص جوازها يعني هي تجرى كذلك في عقود عملية تمويل المساكن، عملية تمويل أي التمويل العقاري هي جائزة شرعا يعني. طيب وبخصوص جواز أنه يتضمن عقد الاستثناء شروط جزائية يعني طبعا بمقتضى الاتفاق اللي عقدوا عليه؟ نعم يجوز أن يتضمن شروط جزائية فيما يخص العمل وليس فيما يخص الثمن، يعني إذا حصل مثلا تأخير في عقد استصناع مع عميلك. أيوة إذا كنت أنت الممول يعني العميل يعني هو بيستلم السلعة، ويعني أنت الصانع والعميل المستصنع بيستلم السلعة وبيسدد لك بأقساط، هنا الشروط تكون للعميل عليك أنه والله التسليم في فترة محددة إذا ما تم كذا، هذه في العادة ما تجري صراحة أبدا، لكن في العادة إذا البنك هو المستصنع والعميل الصانع فإن يجوز وضع في العقد نفسه شروط اللي هي جزائية، شرط جزائي في عملية تأخير التسليم أو غير ذلك، لكن في عملية الثمن لا يجوز لأن الثمن يتحول إلى دين في الذمة، فأي زيادة عليه تعتبر ربا. أعتقد هي فروق بسيطة ما بين الحلال والحرام في التعاملات المصرفية يعني، فلازم الشخص يكون مطلع قبل ما يعني يقبل على أي خطوة. صحيح صحيح، المفروض أن العميل يكون مطلع وفاهم إيش العقد اللي حيدخل فيه ودارسه جيدا من ناحية الشرعية بحيث أنه ما يقع فيه أخطاء، وصراحة حقيقة كثير تقع الأخطاء هذه أكيد. لا سواء من قبل يعني العملاء أنهم عدم ما يدققون أو من قبل أخطاء من نفس المنفذين من المؤسسات المالية، الموظفين يكون ما هو فاهم العملية صحيح. مثلا في عقد إيجارة أو في يأتي العميل مثلا بيشتري سيارة من معرض بالإيجارة من مؤسسة مالية موجود موظفة في المعرض، فيأتي ويجري عقود الإيجارة قبل ما يشتري البنك سيارة من المعرض، وهذا ما يجوز شرعا وتعتبر العملية باطلة لأن البنك أجر شيء لا يملكه. صحيح. وكثير من الأخطاء هذه تحصل بسبب جهل يعني العميل بإجراءات العملية. جميل. وإحنا بدورنا وبدورك أستاذ لاح من ناصر إن شاء الله نكون وضحنا هذه الصورة لجميع المستمعين. عموما أستاذ لاحم الخبير بالصيرفة الإسلامية يعطيك ألف عافية، وشاكرين لك على تواجدك معنا وإيضاحها أيضا. شكرا لك. الفقرة الاقتصادية برعاية بنك البلاد.